هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ وإذا كان هناك فرقا فما ضابط ذلك؟ نعم، هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله إذا مات عليه، وأما الشرك الأصغر فهو لا يخرج من الملة، هو ذنب من سائر الذنوب لا يخرج من الملة، ولا يخلد صاحبه في النار إذا عذب عليه، وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا عذب به فلا يخلد في النار، وهو يعد من المسلمين. نعم.